بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عيد محمد عبد العزيز، يعمل في أمريكا ومصرية الجنسية، يقول: إنني قد تزوجت بفتاة وقد أنجبت منها ولدا والحمد لله، ولكن كانت لا تصلي. فعلمتها الصلاة وأمور دينها، وللأسف عندما أحضر في المنزل تصلي، وعندما أغيب عنها لا تصلي، وقد علمت بذلك وكذلك الأهل لا يصلون إطلاقا، فما هو موقفي والحال ما ذكر مع الأهل ومع هذه الزوجة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من دينه. فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة مقامها في الإسلام عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم. والنصوص في هذا كثيرة تدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قول العلماء. والذي لا يصلي لا حظ له في الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل قال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا أمر معروف عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فتارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. وما ذكره السائل من أن امرأته لا تصلي وأنه أمرها بالصلاة فصارت تصلي بعض الصلاة تترك البعض الآخر، هذه ليست بمسلمة ولا يجوز إمساكها. قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالواجب عليك مفارقتها إذا لم تتب إلى الله عز وجل. فإن تابت حافظت على الصلاة، إنه يجب عليك أن تجدد عقد النكاح عليها، لأن العقد الأول ما دامت لا تصلي غير صحيح. هذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. أمر الصلاة عظيم، وكيف يقول الإنسان أنه مسلم وأنه يؤمن بالله واليوم الآخر مع أنه لا يخاف الله ولا يقيم الصلاة التي هي عمود الإسلام، ولا يستمع لهذه الآيات وهذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة والمتهاون بها، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: ألف ميم نون، يقول: أخوتي في برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءتني رسالة
رسالة من أحد المزارعين وهو من أبناء قريتي، يقول إنه مزارع ويخرج الزكاة بعد الحصاد تحقيقا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك إذا بلغ النصاب، وإنني وأولادي الصغار نعيش من إنتاج أرضي وهو يكفينا الضروريات فقط، ولا يزيد عندي شيء حتى أتصدق به على الفقراء، وإن عندي ولدا متزوج وخلف إلى الآن 3 أولاد ودخله أقل من ضرورياته، كما أن عندي بنت متزوجة ومعها 5 أولاد وزوجها يحتاج إلى مساعدة، وإنني أعطي زكاتي لأولاد ابنتي وأولاد ابني في كل حصاد. وقد قال لي فقيه القرية لا يجوز إعطاء الزكاة لأولاد أولادي، فقلت له إن الإسلام دين الفطرة، فهل أترك أولاد أولادي وهم محتاجون وأعطي الزكاة لغيرهم؟ والله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ويقول وآت ذا القربى حقه والفقير القريب أولى بالزكاة من غيره، وإنني لا يوجد لدي أي شيء أعطيهم غير الزكاة، إنني أرى عقلا ألا يصح أن أترك أولادي في جوع وعري وأعطي زكاتي لغيرهم. هذه ملخصة رسالة قريبي، أرجو أن توجهوا وتوجهوا أمثاله حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. أما ما ذكرته باهتمامك بإخراج الزكاة فهذا أمر تشكر عليه، وهذا أمر واجب يرجى لك فيه الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، فإن الاهتمام بالزكاة واجب على المسلم كالاهتمام بالصلاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. أما ما ذكرته من أنك تدفع زكاة زرعك إلى أولاد ابنك الفقير، تدفعها أيضا إلى أولاد بناتك الفقراء، هذا فيه تفصيل. أما دفعها إلى أولاد ابنك هذا لا يجوز، لأن دفع الزكاة لا يجوز لفرع الإنسان ولا لأصوله، يعني لا يجوز لأولاده ولا لآبائه وأجداده، لا يجوز دفع الزكاة للفرع ولا للأصل. الفقهاء يقولون لا يجوز دفعها لعمودي النسب، يعني الفروع والأصول، وذلك لأن الفروع والأصول لهم حق واجب عليك بمالك إذا كانوا فقراء، وأنت تستطيع أن تنفق عليهم، يجب عليك النفقة عليهم. أما الزكاة فإنها لا تجوز لهم لا لفروعك ولا لأصولك، إنما إذا كان والد، إذا كان زوج بنتك، إذا كان زوج بنتك فقيرا وله أولاد، فإنك تدفع الزكاة إلى زوج بنتك لأنه بعيد عنك، ليس من أصولك ولا من فروعك. كذلك يجوز أن تدفع الزكاة لأقاربك الآخرين الذين هم ليسوا من عمودي النسب، لإخوتك الفقراء، خواتك الفقيرات، وأبناء عمك وعماتك وغير ذلك، ادفعها لأقاربك الذين ليسوا من عمودي النسب. أما عمود النسب فلا يجوز لك دفعها إليهم كما سبق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المناقشة التي يناقشها الشيخ صالح ويقول إن هذا الأمر لا يتفق مع العقل وما أشبه ذلك، هل من تعليق حول هذه الأفكار؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من المؤاخذات، وأن الإنسان لا يجوز له أن يناقش من غير علم، ما دام أن الفقيه ذكر لك أن هذا لا يجوز وهو فقيه وأنت عامي، الواجب عليك الامتثال، ترك المناقش، والعقل ليس له دخل في أمور الشرع، إنما يرجع في أمور الشرع والحلال والحرام والواجب والمستحب والمحرم وغير ذلك والمكروه وغير ذلك من أحكام الدين، هذا يرجع فيه إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى أهل العلم الذين يفهمون هذه النصوص. أما العامي فلا يجوز له أن يستحسن بعقله وأن يرى بعقله. وقولك إن الله تعالى يقول وآتي ذا القربى حقه، هذا الحق ليس هو الزكاة، وإنما له حق واجب عليك بالصلة، واجب عليك بالصلة والتصدق عليه إذا كان محتاجا، هذا هو الحق الذي يجب له عليك، صلة القرابة، صلة الرحم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن على الإنسان إذا ما أفتاه عالم أن يستسلم لذلك الأمر دون أن يناقش، ولا سيما إذا كان المفتي عارما بأصول الشريعة. نعم، وكذلك الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما أمرنا بسؤال أهل الذكر إلا لأنه يجب علينا الأخذ بقولهم إذا كنا نجهل الحكم، نعتمد على قول أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما ترى فضيلة الشيخ صالح أمامي رسالة مطولة بعث بها مستمع من اليمن، يقول رشاد عين قاف من صنعاء،
هنا قضيتهم مطولة بعض الشيء، نبدأها كما بدأوها فيقولون نحن 7 إخوة 4 أولاد و3 بنات، وقد توفي والدنا إلى رحمة الله تعالى قبل 30 سنة، وكان عمري آنذاك 1 سنة فقط، وأنا أصغر إخواني، وقد خلف لنا والدنا تركة كبيرة من أراض زراعية وبيوت وأثاث وغير ذلك، ولكن الاثنين الكبار من إخواني احتووا على جميع مستندات المرحوم وقسموا الأرض على ما يعجبهم، وأنا طفل صغير لا أعرف شيئا، وبقينا عايشين جميعا، وتركتنا كلها سوا منذ 18 سنة، وقد تزودوا كلهم من أموالنا جميعا، وتزوجت أنا أيضا، وبعد 2 سنة من زواجي انفردت لوحدي، ولم يعطوني إلا القليل من الأرض الزراعية فقط، وعندما كنت أطالبهم بقسمة بقية التركة رفضوا ذلك، ولا يردوا علي إلا بالشتم والتسخط، ثم يستمر ويقول إنني لا أستطيع المرافعة في المحاكم، ولا أستطيع أن أدع محاميا يحامي عني، فكيف توجهونني وتوجه إخوتي؟ جزاكم الله خيرا. نحن لا نملك إلا أن نوصي هؤلاء الأخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يودوا حقوق الناس وحقوق إخوانهم التي عندهم، هذا هو الواجب عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، قول سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك وفي غيره. وأما من ناحية ما ذكره السائل أن إخوانه ظلموه حقه وتصرفوا بمال الميت تصرفا سيئا وحرموا أو نقصوا بعض الورثة، فهذه دعوة والحكم فيها يرجع إلى المحاكم الشرعية، إلى القاضي الشرعي والذي ينظر في ذلك. جزاكم الله خيرا. القضية أن أخانا مصاب بضعف مرتين، الضعف الأول صغره وقد استغلوا ضعفه إخوانه كما يقول، والضعف الثاني أنه لا يستطيع المرافعة في المحاكم ولا يستطيع أن يدع عنه محاميا، فلعل الشيخ صالح له كلمة حول هذا الموضوع. إذا كان المحامي يستطيع تخليص حقهم وإخراجه من أيدي هؤلاء، نعم، فإنه ينصب المحامي ويعطيه شيء من المال من نفس التركة، من نفس التركة أو من غيره، أو من غيره. فنصب المحامي إذا كان يحصل به الوصول إلى الحق، نعم، من غير ظلم لأحد، نعم، لا بأس به. طيب، نعم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد عبد القادر سوداني مقيم في الدمام، يقول أود أن أتوجه إليكم بهذا السؤال آملا الإجابة عليه بتعم الفائدة للجميع إن شاء الله. لقد لاحظت أن بعض حجاج بيت الله الحرام القادمين من السودان يحرمون من جدة من مدينة الحجاج، فهل هذا صحيح؟ وما هو الميقات الصحيح لأهل السودان؟ جزاكم الله خيرا. الميقات الصحيح لأهل السودان وغيره من يأتي من الآفاق أن يحرموا من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا يمرون محاذين لميقات من هذه المواقيت القريبة من البحر إما الجحفة أو السعدية، إنهم يحرمون إذا حاذوها من البحر أو من الجو أو إذا مروا بها عن طريق البر، إنهم يحرمون منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها للإحرام من الحج والعمرة، وقال عمر رضي الله تعالى عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني أحرموا من حذائها إذا لم تمر عليها، وهذا يعم من مر بحرا أو مر جوا، يحرم من محاذاتها، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة، لأنه يكون قد تجاوز الميقات، ومن تجاوز الميقات وأحرم من دونه فإنه يكون ترك واجبا يجب عليه به الفدية، وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام بدلا من الفدية، قياسا على فدية التمتع، أن الله سبحانه وتعالى قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من الحج
سبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فجعل صيام العشرة بديلا عن الفدية لمن لم يستطع الصيام، هذا هو الواجب على أهل السودان وغيرهم ممن جاءوا من الآفاق، أن لا يتعدوا المواقيت التي يحالونها أو يمرون عليها حتى يحرموا منها، لأنها هي الحد الفاصل بين الإحرام وغيره. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في تصوركم لخارطة العالم الإسلامي، من هم الذين يجوز لهم من المسلمين أن يحرموا من جدة؟ لا يجوز لأحد من القادمين من الآفاق أن يحرموا من جدة، وإنما يحرمون من المواقيت التي يمرون بها، سواء جاءوا من المشرق أو من المغرب أو من الشمال أو من الجنوب، لأنهم سيمرون على هذه المواقيت، إما أن يمروا عليها برا أو يمروا عليها جوا أو بحرا، يحالون أو محالات. لكن ذكر الفقهاء أن من جاء من سواكن بلد في السودان، نعم، من جاء من سواكن فإنه يحرم من جدة، لأن السواكن محالية لجدة، والذي يأتي منها خط معتدل لا يمر بميقات، فيكون أول ما يليه جدة فيحرم منها، هذا الذي ذكره الفقهاء. لعل أخانا من السودان يقصد هؤلاء ويقولون أن سواكن أو بور سودان يقولون أنها منطقة واحدة حسب ما أعلم شيخ صالح، فلعل أخانا يقصد أولئك، أما أهل السودان جميعا فلا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات كما تفضلتم. نعم، إذا كان ينطبق عليه ما ذكره الفقهاء، من جاء من سواكن إلى جدة نصا، نعم، يعني على خط معتدل، نعم، فهذا يحرم من جدة لأنها أول ما يليه. طيب، ويكون تكون جدة هي أول ما يليه قبل المواقيت. طيب، حقه. طيب، يحرم منها. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى اليمن عبر رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف صاد، يقول: نادى على من ترك طواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج بالنسبة لغير الحائض والنفساء، أما الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما طواف الوداع، وأما غيرهما فإنه يجب عليه طواف الوداع للحج خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر أهلهم بالبيت، كان الناس ينفرون من كل وجه كما في حديث ابن عباس، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ونهى صلى الله عليه وسلم أن ينفر أحد قبل أن يودع البيت طواف الوداع. ولما حاضت صفية في حجة الوداع وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنها طافت طواف الإفاضة. قال: إذن فانفري. الحمد لله، دل على أنه لا بد من طواف الوداع بالنسبة للحاج، وأنه يسقط عن الحائض. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا من ترك طواف الوداع وهو غير معذور كما تفضلتم، ماذا عليه؟ يكون عليه فدة في الحج. من ترك طواف الوداع في الحج، يكون عليه فدة. إذا ماذا عن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر شيخ صالح؟ صحيح أنه ليس عليه وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المعتمرين، وإنما أمر بها الحجاج، قد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة عمر، ولم يذكر عنه أنه أمر المعتمرين في ذي القعدة أن يطوفوا طواف الوداع، ولا المعتمرين في شوال في عام غزوة حنين، لم يأمرهم بطواف الوداع، وإنما أمر الحجاج بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: هل يجوز إغماض العينين في الصلاة؟ أما السبب في إغماض عيني هو أنني أزداد خشوعا، أفيدوني جزاكم الله خيرا. ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره إغماض العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان أمامه ما يشغله وأغمض عينيه من أجل أن لا ينشغل عن صلاته فلا بأس بذلك، أما إغماضهما من غير حاجة إنه مكروه في الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي تتلفظ علي بألفاظ حادة، ولكنني في بعض الأحيان أغضب فأرفع صوتي عليها طالبا منها السكوت، فهل علي ذنب؟ لا يجوز للولد أن يرفع صوته على والده، قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا ترفع صوتك عليهما، قل لهما قولا كريما. من العقوق أن الإنسان يرفع صوته على والديه ويزجر والديه، هذا أمر لا يجوز، قد أمره الله بالقول الكريم أو خفض الصوت احترام الوالدين، لأن هذا من حقوقهما عليه، فالواجب عليه التوبة إلى الله وترك
هذا الشيء، وللوالد أن يأمر ولده أن يزجره وأن يتكلم عليه إذا رأى منه ما لا يليق. من حق الوالد أن يؤدب ولده وأن يزجره عما لا يليق به من الأخلاق، أما الولد فليس له أن يزجر والده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الرحمن عبد ربه يسأل ويقول: فسروا لنا قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذه الآية نزلت على سبب، وهو أن بعض الصحابة خرجوا في بعض السرايا أو الغزوات، أمر بهم رجل يسوق غنيمة فسلم عليهم، ولكنهم لم يردوا عليه السلام بل قتلوه على أنه كافر، على أنه كافر، وأنه إنما سلم من أجل أن يتقي من القتل. الله نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك وقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله معاني كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني تثبتوا. إذا سلم الإنسان وأظهر الإسلام فإنه يقبل منه حتى يرى منه ما يخالف ذلك، من أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين أو جاء بما يدل على إسلامه فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى يرى منه ما يخالف ذلك من نواقض الإسلام، هذا هو التبين والتثبت. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل تفسير قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ماذا يقصد بمواقع النجوم؟ مواقع النجوم والله أعلم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما يعني مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث. الله أقسم بهذه النجوم وهي نزول القرآن، وذلك لعظمة هذا القرآن العظيم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وكل سياق الآيات في القرآن أدل على أن المراد بالنجوم نجوم القرآن، أي نزوله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكمة إلهية. ولهذا لما اعترض المشركون وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله سبحانه وتعالى: كذلك نثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا، يعني نزلناه مفرقا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ذكر سبحانه وتعالى حكمته في إنزال القرآن مفرقا، وأن ذلك لمصلحة العباد وتنزيل هذا القرآن على الحوادث والوقائع حتى يبين حكمها ويجلي حكمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.